وسهلا بيكم في فيديو جديد لنا. هنتكلم النهارده عن حاجه من اول الحاجات اللي بتبدا تظهر في السي شارب ادفانسد، الحاجات الفيتشرز الادفانسد في السي شارب، حاجه اسمها اكستنشن ميثود. ايه بقى هي الاكستنشن ميثود وازاي نقدر نستخدمها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. طيب، اول حاجه قال لك عشان تبدا تستخدم الاكستنشن ميثود انت محتاج تعرف كلاس، لازم تكون ستاتيك كلاس. قال لك تاني شرط بقى ان الفانكشن اللي انت هتبدا تعملها دي اللي انت محتاج تخليها اكستنشن ميثود، لازم البارامتر اللي انت محتاج تناديها منه لازم يساوي ذس كي وورد، ذس كي وورد، ولازم تبقى في اول بارامترز. يعني انت لو عندك الفانكشن بتاخد تو بارامترز، لا هو اول واحد هيبقى ذس، ده اللي هتناديه منه الفانكشن، وابدا بصير البارامترز من بعد كده. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف بمثال بسيط. دلوقتي لو انا عايز اعمل فانكشن تبدا تعرض string، يعني لو انا عايز اعمل function تعرض string، انا هسميها مثلا ايه؟ function display me. حلو، display me دي بتاخد string وبتبدا تعرضه. يعني انا مثلا لو ناديت على display me دي as a function وبصيت لها اي string، المفروض انها هتبدا تعرض string دي. كلام جميل، ده الاستعمال العادي بتاع الفانكشنز بتاعتنا، ان انت بتنادي اسم الفانكشن وبين قوسين بتبصلها ايه البارامتر اللي هي مستنياها. طيب ما ليه اللي ضفيته بقى الاكستنشن ميثود؟ الاكستنشن ميثود قالت لك لا انت مش محتاج تعمل الكلام ده. انت هتيجي تقول لي والله انت محتاج تبصيل سترينج، ماشي تمام، هتبدا لازم تسبقه لي بديس كيورد وتعرف الفانكشن از ستاتيك في فانك في كلاس از ستاتيك برضو، وانا هعمل لك الكلام ده بس بشكل مختلف. ازاي شكل مختلف؟ انت هتناديني من البارامتر اللي انت بتبصيله. انت مثلا مستني سترينج، ادي سترينج اهو، حلو، فانت هنا هتقول لي دوت ديسبلاي، فانا هعمل لك ايه؟ ديسبلاي السترينج. فادي هاي ماي نيم از خالد. طبعا ممكن يكون الشكل مش ريدبل قوي، يعني كان المفروض اعملها لك كده فار مثلا، فار نيم مثلا. الفكره ان انت بيه بتنادي الفانكشن من البارامتر اللي هو عباره عن سترينج اللي انت اصلا حددته له عن طريق زيس دي. زيس دي بتقول ان انت والله من خلال البارامتر اللي هو بقى سترينج ده تبدا تنادي الفانكشن اللي هي ايه؟ اكستنشن ميثود اللي هي دي. طيب ماشي، لو الفانكشن بتاعتي بتاخد اكتر من بارامتر، يعني مثلا بعد النيم انا ببدا اخد ايج، حلو، بعد كده ابدا بصيلي بقى الايج ده الشكل الطبيعي العادي. مثلا ادي السترينج، ممكن نيجي هنا نعمل كده، فكده انت خلاص الفانكشن بقت تاخد كمان ايه؟ كمان ايه؟ فابدا بقى بسيط ايه؟ فكده النيم هتاخده من هنا والايج هتاخده من هنا. ده بكل بساطة الاكستنشن ميثود وازاي تبدأ تستخدمها وازاي ممكن تفيدك في الشغل بتاعك عن طريق طريقة العرض بتاعتها، بتكون ساعات افضل ومور ريدبل يعني للشغل، واسهل بدل ما كنت تنادي الفانكشن وبتصيرها الاثنين دول، لا انت بتناديها من اسم الفاريبل. يعني ساعات مثلا بيكون الفانكشن بتكون ريدبل اكتر لو اتنادت من البارامتر اللي انت ايه عايز تعمله، وعلى اي تايب من دول، يعني مش لازم سترينج، اي تايب اللي انت بتبدا تعمله. مثلا لو انا عايز اعمل فانكشن عباره عن بتجمع الرقم او بتضربه في اي حاجه او بتجيب حاصل جمع اي حاجه، فانت بتيجي عايز تعرف الفانكشن، اهم حاجه تبقى الفانكشن از ستاتيك، وبعدين تشوف هي لو عايزه ترجع حاجه برضو عادي خليها ترجع، يعني مثلا خليها ترجع انتجر مش لازم فويد، وهسميها مثلا ايه؟ هسميها مالتيبلاي ان ماي سيلف، حلو، وزي ما اتفقنا لازم تبقى زيس، والله هتاخد انتجر نمبر، كل اللي هتعمله الفانكشن انها ترجع لك خاصة الضرب.
السلبي دي، فهتبدأ الخمسة تتباصل الفانكشن، الفانكشن تضربها في نفسها ترجعها لك تاني، فارجع لك 25. كوس الستريت لاين تبدأ تعرض لك 25. دي بكل بساطة الاكستنشن ميثود وازاي تقدر تستخدمها في السي شارب، وايه فوائدها عن طريق الريدابيلتي. ساعات ايه بتبقى مفيدة وتبقى يعني ليها استخدامات في الشغل. بس كده الفيديو انتهى، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.